افتتاحية الجولة 17 وختام لقاءات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي النهاردة بلقاءين. لقاء أول هو لقاء وادي دجلة والإنتاج الحربي في تمام الخامسة مساء على استاد الأهلي والسلام، ثم اللقاء الثاني هو لقاء مصر المقاصة وسموحة في تمام التاسعة مساء على استاد المقاولون العرب. تستأنف لقاءات الجولة 17 من بطولة الدوري بلقائي المصري بورسعيدي وطلائع جيش غدا بمشيئة الله في تمام الخامسة مساء، وفي التاسعة مساء لقاء الإسماعيلي مع السيراميكا كليوباترا على استاد الإسماعيلية. يوم الاثنين إن شاء الله لقاء الاتحاد السكندري والمقاولون العرب على استاد الإسكندرية، ويوم الجمعة 16 أبريل الجونة وإمبي على استاد خالد بشارة بالجونة في تمام التاسعة والنصف مساء. السبت 17 أبريل غزل المحلة وبيراميدز في تمام التاسعة والنصف مساء، غزل المحلة وبيراميدز، الزمالك والبنك الأهلي في نفس التوقيت يوم الاثنين 26 أبريل، ثم ختام لقاءات الجولة رقم 17 الأهلي وأسوان، ولكن لم يتم تحديد موعد هذا اللقاء بعد. ومن لقاءات الجولة 17 إلى جدول الترتيب، نلقي نظرة سريعة على جدول الترتيب مع حضراتكم. يأتي نادي الزمالك متربعا على قمة جدول الترتيب في المركز الأول برصيد 33 نقطة، في المركز الثاني النادي الأهلي متبقيا له الكثير من اللقاءات المؤجلة برصيد 27 نقطة، بيراميدز في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وبنفس الرصيد يأتي الاتحاد السكندري ليكمل أضلاع المربع الذهبي في المركز الرابع، المركز الخامس MP، المركز السادس مصر للمقاصة، المصري بورسعيدي في المركز السابع، المركز الثامن سموحة، المركز التاسع غزل المحلة، الجونة في المركز العاشر، سيراميكا كليوباترا في المركز الحداشر، أسوان في المركز الاتناشر، المركز التلاتاشر المقاولون العرب، مركز الاربعتاشر طلائع الجيش، البنك الأهلي في المركز الخمستاشر، أحد طرفي لقاء اليوم وادي دجلة بيأتي في المركز السادس عشر، المركز السابع عشر قبل الأخير درويش الكرة المصرية، برازيل مصر وأفريقيا النادي الإسماعيلي. الطرف الآخر للقائنا اليوم الإنتاج الحربي يأتي متذيلا لجدول الترتيب في مركز 18 والأخير برصيد 10 نقاط فقط لغير.